الفيلم الثالث هو شوكولايت من إخراج المخرج السويدي لاس هال ستورم في سنة 2000، واللي هو تحويل سينمائي لرواية جوان هاريس اللي كتحمل نفس العنوان واللي خرجت في 1999. والأحداث ديال الفيلم واقعين في فرنسا ديال أواخر الخمسينات في واحد الفيلاج، وظاهرين على فيان غوشي اللي كتلعب الدور ديالها جولييت بينوش، وبنيتها أنوك اللي كتلعب الدور ديالها فيكتوار تيفيزول، اللي يلاه جاو باش يستقروا في الفيلاج الساري في الذكر ويحلوا فيه اون شوكولاتري، محل لبيع الشوكولات. فيان غادي تبدا تتعرف على الناس ديال الفيلاج، وشويه بشويه غادي دير بلاصتها وسط منهم وغادي تولي عزيزه عليهم. ما عدا المقدم ديال الفيلاج لو كونت دو ريموند اللي كيلعب الدور ديالو الفريد مولينا، اللي متشدد ومعصب شويه وبالنسبه ليه ماكلتش الشوكولاته د ساره وذنبه يعاقب عليه. فيان ما غاديش تدي عليه وغادي تكمل في التجاره ديالها، وغادي تبدا تتامبليكا في المشاكل ديال السكان ديال الفيلاج وتقدم لهم يد المساعده قدر المستطاع، وغادي تزيد تدخل لهم لقلوبهم. والمقدم ديال الفيلاج اللي كانت الكلمه ديالو مسموعه من قبل ما عجبوش الحال على هاد التغيرات وعلى الناس اللي ولاو مبلين بالشوكولات، وغادي يزيد يطلع عليه الدم من بعد ملي فيان غادي تتعرف على غو اللي كيلعب الدور ديالو جوني ديب، اللي هو عضو من واحد الفرقه ديال الرحال لي جيتون خيتانوس اللي كانوا مجروقين في فرنسا وبنت لهم يدكوا الوتاد حدا الفيلاج. والمقدم ما تيحملش فيهم الشعره، واحد الوقيته الامور غادي تبدا تعنكش والقصه غادي تمشي بينا بعيد. هذا الفيلم لقى اقبال وحقق ارباح مهمه، وكان مرشح في 2001 لعده جوائز من بينها الاوسكار ديال افضل فيلم وديال افضل ممثله لجولييت بينوش.